كل شيئان ينقشعان أول وهلة ظل الشباب وكلة الأشرار. لا حبذ الشيب الوفي وحبذا وصن الشباب الخائن الغدار. وطري من الدنيا الشباب وروقه فإذا مضت فقد انقضت أوطاري. قصرت مسافته وما حسناته عندي ولا آلاؤه بقصاري. ذكرها أبي حمزة الشاري متحققة في كثير من الشباب، فأين الخلل بالضبط وما هو العلاج للنهوض بالشباب حتى نصل إلى تلك الصفات العظيمة؟ وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علينا أن لا ننحي باللائمة على الشباب وننسى أنفسنا. وأيضا الشيب أو الشيوخ ليسهم في ذلك المستوى ومتصفين بهذه الصفات، فنحن لا نبرئ أنفسنا. علينا أولا أن نحاسب أنفسنا ثم نحاسب غيرنا، هذه هي العدالة التي لا بد منها. قلت في الإجابة على هذا السؤال بأننا لا ننحي باللائمة على الشباب وحدهم، فالشيب والشباب مشتركون في المسؤولية. نحن أيضا نتحمل مسؤولية هذا الأمر، علينا أن نكون متصفين بما نستطيع أن نتصف به من هذه الصفات، وأين نحن منها. علينا قبل أن نحاسب شبابنا على هذا أن نحاسب أنفسنا، وأن نطالب أنفسنا بأن نكون كذلك. علينا جميعا أن نحاسب أنفسنا، وعلى أي حال لابد من معالجة هذا أولا بالتربية. التربية تبدأ من البيت، والكل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رب البيت هو راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم في البيت أيضا هي راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والمجتمع بكل شرائحه هو مسؤول، فكل فرد من أفراد المجتمع هو مسؤول. فالتربية يجب أن تتضافر عليها الجهود. ثم المدرسة تأتي بعد البيت، لأن المدرسة هي التي تتلقف الطفل بعد بداية تربيته في البيت، فيجب على من يتولى التربية في المدرسة أن يكون في مستوى المسؤولية، بحيث أولاً يكون هو القدوة لتلامذته في حسن الاستقامة، في التخلق بالأخلاق الفاضلة، في تمثل صفات القرآن، صفات الصفات المذكورة في القرآن أو أخلاق القرآن، حتى يكون تلامذته كذلك. ثم كذلك المؤسسات الإعلامية تأتي بعد هذا. جميع المؤسسات الإعلامية عليها أن تضافر جهودها من أجل هذا الأمر، من أجل إخراج جيل مؤمن بالله موصول بالله يخشى الله تعالى ويتقيه ويعمل بأوامره ويزدجر عن نواهيه. فعلى الكل أن يحرص على هذا الخير، وأن يتنافس الناس في هذا الميدان، وأن يتسابقوا في هذا المضمار. والآباء والأمهات هم مسؤولون من باب أولى، فإن الولد تنعكس عليه أخلاق أبيه وأمه، فعلى الأبوين أن يربيا أولادهما على الأخلاق الفاضلة، وأن ينأيا بأنفسهما أولاً ثم بأولادهما عن كل سفاسف الأمور. بهذا إن شاء الله تعالى يوجد جيل صالح. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. فنحن نرجو أن يتسلسل هذا الخير إلى يوم القيامة إن شاء الله. سمحتكم، كيف يستطيع الشاب الوصول إلى منزلة عظيمة عند الله، وكيف يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا كان وحيدا في ذلك المجتمع؟ بطبيعة الحال
الوصول إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو بحسن العقيدة وبحسن العمل، والصلة بالله تبارك وتعالى بخشية الله تعالى ورجائه والتعلق به وحبه والرغبة فيما لديه والرغبة في الدار الآخرة والزهد في هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك أيضا العمل الصالح، العبادات التي تقرب العبادة إلى الله سبحانه وتعالى وتذكي في نفوسهم جذوة العقيدة وتبصرهم بمعايبهم لأجل محق هذه المعايب والقضاء عليها، هذا كله مما يوصل الإنسان بالله. والدعوة إلى الله تعالى مطلب فطري ومطلب ديني ومطلب أخلاقي اجتماعي، على الكل أن يهتم بهذه الدعوة، لأن صلاح المجتمع إنما يعود على الداعية أيضاً الذي يدعو هذا المجتمع إلى الخير، يعود صلاح المجتمع عليه بالخير، بل يعود إلى كل فرد من أفراده. عندما يكون المجتمع صالحاً يكون مجتمعاً متماسكاً، مجتمعاً ينطبق عليه ما ذكره الله سبحانه وتعالى من تولي المؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعض بما يكون بينهم من مقومات هذه الولاية التي تشد بعضهم إلى بعض، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. عندما يكون المجتمع بهذه الحالة لا ريب أن كل فرد من أفراد المجتمع يسعد بهذا الخير العظيم ويتبوأ مكان التكريم، فلذلك كان على كل أحد أن يكون داعية، وإن كان هذا الأمر ليس بالسهل، فالدعوة طريقها غير مفروش بالورود، وإنما طريقها مفروش بأشواك القتاد، بل مفروش بالجمر. فإن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يتعرضون لكثير من المضايقات، تبدأ هذه المضايقات من أقرب القرابات. نحن نرى كتاب الله يدلنا على ذلك، يقص الله سبحانه وتعالى علينا قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه ومع أبيه أولاً، فيقول: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم النتيجة: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا. هذا شأن إبراهيم، اصطدم بأبيه. وكذلك ابن نوح عليه السلام وقع في خلاف مع ابنه، كذلك نوح عليه السلام وقع في خلاف مع ابنه، ووقع خلاف مع زوجه. ولوط عليه السلام كانت زوجته امرأته ندت عنه، خرجت عن الطريق، امرأة فرعون ايضا ما بينها وما بين فرعون، وهكذا. فكل داعي الى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم امام الدعاء وخير صفوة الله تعالى من خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم بمن اصطدم أول الأمر؟ بعمه أبي لهب، كما هو معروف، عندما دعا إلى الإيمان بالله وكان أول من اعترضه عمه أبو لهب. وهكذا، فمن شأن الإنسان الداعية إلى الله أن يتحمل الأذى. ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما ضريبة، فلا بد من صبر،
فالله تعالى يحكي عن لقمان عليه السلام أنه قال في وصيته لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. وبين عز وجل أيضا منهج النبيين، بين منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه عندما قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم بين بعد ذلك أن لهذا ضريبة، إذا حكم كان للمرسلين من قبل من الإيذاء حتى بلغ بهم الأمر إلى مشارفة اليأس مع رسوخ إيمانهم وقوة يقينهم. فقد قال تعالى على أثر ذلك: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذا كان الرسل بهذه الحالة فكيف بغيرهم؟ يشارفون اليأس من هول ما يلقون هناك، يغمرهم لطف الله عز وجل ويتنزل النصر من عنده سبحانه فينجون ومن سلك طريقهم ولا يرد بأس الله تعالى عن القوم المجرمين. فإذا الداعية عليه أن يبلغ، والدعوة تؤتي ثمارها ولو بعد حين. على كل داعية، على كل شاب أن يجرد من نفسه داعية إلى الله وأن يحرص على أن يتبع طريق الحق، والله تعالى ناصره ومؤيده، لا بد من أن يحفه بعنايته ولو لقي ما لقي من الأهوال والمصائب والمتاعب ونبذ النابزين ولمزهم له، فإن هذا لا يضره شيئا مع قوة صلته بالله. سماحة الشيخ، من المعلوم أن الشباب لديهم طاقات بدنية وذهنية عالية، فنطالب من سماحتكم الوقوف مع الشباب ومخاطبة الجهات المعنية بتفعيل صندوق الزواج لإعفافه من الوقوع في مخالفات شرع الله. هذا أمر ناديت به قبل أكثر من 10 سنوات، أكثر، وإن شاء الله الآن بين يدينا هنا سماحة معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية، ونطالب جميع المؤسسات الحكومية، ونطالب أيضا شرائح المجتمع. أنا لا أطالب أن يكون هذا الأمر على الحكومة وحدها، الحكومة تسهم والمجتمع يتعود أيضا. ينبغي أن يكون في كل محافظة، يعني في كل محافظة من المحافظات، من يقوم بهذا الأمر، وتتوزع بعد ذلك المسؤولية في الولايات جميعا، فيكون في كل ولاية من يقومون بجمع التبرعات من كل القرى ومن كل المدن لأجل صندوق الزواج، لتوفير الزواج. والحكومة بفضل الله تعالى هي تنفق في كثير من سبل الخير، ونرجو تعزيز هذا السبيل أيضا لأجل تحصين الشباب وتحصين الفتيات، فهذا أمر لا بد منه. وعلى أي حال، أنا يعني لابد من أن أقول كلمتي، يعني بجانب هذا أيضا أنا أدعو إلى نشر أسباب العفة في الشباب وفي الفتيات. هذا مما أدعو إليه وقلت به أكثر من مرة، يعني أنا من خلال عملي الذي أعمله أطلع ربما على كثير مما لا يطلع عليه غيري، أطلع على أمور خطيرة، وأنا على أي حال أتوجه سخيفة من هذه الأمور التي أطلع عليها من خلال الرسائل التي تأتيني ومن خلال الاتصالات الهاتفية التي تأتيني من الجنسين، ومن خلال أيضا بعض اللقاءات
بالجنسين هناك أمور خطيرة جدا، هذه الأمور يجب التنبه لها. ومع الأسف الكبير الناس لا يفكرون في المستقبل، ماذا سيترتب على هذا المستقبل مع ترك الأمور تسير في هذا الطريق الذي يؤدي إلى الهاوية. قبل فترة غير طويلة جاءني أحد من الناس من إحدى الولايات وذكر لي بأنه هو يعمل في مؤسسة من المؤسسات، هذه المؤسسة كان فيها شباب، وإذا بها بعشر فتيات يوظفن ويلز بهن ما بين الشباب. يقول مضى الأسبوع الأول بشيء من السلام، كان هناك حاجز شيء من الحياة، ولكن تحطم الحاجز بعد ذلك وبدأت الفتيات هن يعني يغازلن الشباب مع الأسف الشديد. أنا أسأل من ضحية هذا الأمر؟ وعندي قصة يعني يجب على الكل أن يتنبه لها، وأنا علي أمانة في عنقي أمانة أن أحدث بهذه القصة بكل الوسائل، وسائل إعلامية وغيرها، لأن هذه القصة تدل على الضحية. من الضحية؟ هل هذا لصالح المرأة أو أن المرأة هي الضحية؟ المرأة هي الضحية، هي الضحية الأولى، ولا ريب أن الرجل يتبعها أيضا، ولكن المرأة هي الضحية الأولى، والمجتمع أيضا يتبع الاثنين. قبل أكثر من شهر بقليل أيضا جاءتني أحد الفتيات تشكو مأساتها، مأساة مرة من أمر المآسي. هي أيضا موظفة وصار لقاء بالشباب وتعرفت على أحدهم وأدى الأمر كما قال شوقي، نظرته فابتسامة فكلام، نظرته فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، يعني تم اللقاء وتم ارتكاب الفاحشة. الذي ارتكب معها الفاحشة، الزميل الذي ارتكب معها الفاحشة نقل إليها مرض فقدان المناعة المكتسب، مرض الإيدز، وما اكتفى بنقل هذا المرض إليها فحسب، بل استعمل القضية ورقة رابحة للضغط عليها، هددها إن لم تستجب لمطلبه سيفضحها. طلب منها مبلغا كبيرا له، قال عكس القضية، قال بأنها هي التي نقلت إليه المرض، وطلب منها أن تقترض له من البنك مبلغا كبيرا لأجل أن يصلح شؤون حياته بدعوى أن هي نقلت إليه المرض. والمرأة ضعيفة، من وراء هذه الضغوط استجابت لمطلبه واقترضت له مبلغاً باهظاً، وبقيت في حيرة من أمرها لأن أهلها يسألونها عن راتبها وراتبه كله يذهب إلى البنك لسداد هذا القرض. فإذا من الضحية؟ أنا طلبت منها أن تضغط على هذا الرجل كمثل ما ضغط عليها وأن تهدده بأن تفضحه، ولكن قالت بأن الرجل توفي قبل سنتين، وعندما كان في فراش الموت، عندما أظلمت الدنيا في وجهه وقابل الموت الزؤام في ذلك الوقت، اتصل بها وطلب منها المسامحة، وقالت بأن بدلت هي أرقام هاتفها حتى لا يتصل بها مرة أخرى، وانتهى أمر هذا الرجل. فإذا المرأة هي الضحية الأولى، يبتزها الرجل أولا في عفتها وشرفها، ثم بعد ذلك يتوالى الابتزاز حتى يرزقها في مالها، وأيضا يعني يبتزها في حياتها، لأن المرأة التي وقعت في هذا الأمر تصبح يعني لا تستطيع أن تتزوج، باب الزواج يصبح مسدودا أمام وجهها،
وتحرم من الزواج وتحرم من الأولاد وتحرم من كل شيء. فإذا هذه الحالة هذه هي العاقبة، عاقبة الاجتماع. ربما عندما أتحدث بمثل هذا أتهم بأني رجعي وأريد أن أعود بالمجتمع إلى القرون الأولى كما يقولون، ولكن هذه هي النتيجة، نتيجة مخالفة شرع الله تعالى. الله سبحانه وتعالى كيف أدب الرجال وأدب النساء في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، فقال له رجل من الأنصار أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال هو الحم الموت. وبالنسبة حم المرأة هو أخو زوجها، وكم من قصة وصلتني من قبل أحماء النساء تأتيهن الرزايا من قبل أحمائهن، قصص كثيرة من هذا النوع، والناس لا يبالون بهذا الأمر، إنما ينساقون في التيار والعياذ بالله. يعني أنا أناشد مسؤولين أن يكونوا على بينة من هذا الأمر، هذه القضية في منتهى الخطورة، تؤدي والعياذ بالله إلى ما لا تحمد عاقبته. سمحت الشيخ، واقع شبابنا الحالي نراهم يسهرون إلى آخر الليل، يتابعون ويشاهدون المباريات الرياضية ولا يهتمون بصلاتهم التي هي عبادة. هؤلاء نسوا أنهم مسؤولون عن حياتهم، مسؤولون عن أعمارهم يوم القيامة. يسأل كل واحد منهم عن عمره فيما أفناه، ويسأل عن شبابه فيما أبلاه. هذه إحدى الكوارث، يعني الأمم لا تبنى بهذا النوع من الشباب، إنما تبنى بشباب موصول بالله، شباب يتقي الله سبحانه وتعالى ويخشاه ويجعل طاعته نصب عينيه ويحرص على التقرب إليه. هذا هو الشباب الذي تبنى عليه آمال الأمم. ومع الأسف الشديد يعني هم لاهون ولا يجدون من يذكرهم. فالمؤسسات المعنية بالشباب أن تبصرهم بخطورة هذا الأمر. سماحة الشيخ، مع كثرة انتشار شبكات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الحدودية أصبح ينتشر فيها الكثير من الغث والسمين، كيف يتمكن الشباب من غرس القيم الدينية في ذهنهم مع واقعهم المعاصر؟ هذه في الحقيقة في أصلها هي من نعم الله، لأن الله تعالى امتن علينا بكل ما في الكون. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها. ولكن هذا إن استغلت هذه النعم استغلالا طيبا، أما إن استغلت استغلالا سيئا فلا ريب أنها تتحول إلى نقم، وتتحول المنح إلى محن. فعندما يستغل الجنسان هذه الوسائل، وسائل الاتصالات ما بين الجنسين، مع الأسف الشديد تنحل جميع الأخلاق وتتلاشى القيم وتتحطم الحواجز، ويصل الأمر إلى ما لا تحمد عاقبته. من خلال هذه الاتصالات طلعنا على كثير من الرزايا التي رزئ بها الناس، رزئت بها الأسر. فكم من رزية رزئت بها الأسرة بسبب هذا الانحراف عن النهج الصحيح. لذلك كان على جميع المؤسسات أن تؤدي دورها في توعية الشباب وتوعية الفتيات بهذا، وبأن الأمر جد خطير إن لم يتدارك، والله سبحانه وتعالى المستعان. سمحت الشيخ، السؤال قبل الأخير، ما هي نصيحتكم في إدارة مثل هذه المعسكرات الشبابية وتمكينها من إصلاح الشباب؟ وهنا أيضا السائل يكون طالب من الوزارة المقرة المشكورة في المواصلة لإقامة هذه المعسكرات في هذه المنطقة. نعم، نرجو بفضل الله تعالى ثم بجهود المخلصين على رأسهم معالي الشيخ الوزير أن تتوالى هذه المعسكرات، وأن تغرس فيها القيم، وأن تبرمج
برمجة تعود بالخير إلى الشباب، وأن تكون معها هدايا من كتب أخلاقية وكتب عقدية وكتب دينية تغرس في الشبيبة روح الإيمان، تغرس الخشية من الله والصلة بالله والتعلق بالله وحب الخير والتفاني في سبيل الخير. اختم المسك سماحة الشيخ الجليل المطالب بنصيحة للشباب العماني ونقويتهم في دينهم ودعاء لنزول المطار والأمن. نصيحتي للشباب العماني بل وللشباب المسلم كله أن يدرك مسؤوليته وأن يتحمل هذه المسؤولية بجدارة، وأن يطلع بهذه الأمانة بقوة، كما يقول الله تعالى في خطابه ليحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لا بد من أخذ الكتاب بقوة، أخذ هذه الأمانة بقوة وبحزم وبعزم، وأن يدركوا أنهم محط آمال، لأن الأمم كما سبق الحديث تقاس بشبابها تقدماً وتأخراً ورقياً وانحطاطاً، والشباب الصالح في كل أمة من الأمم هو المحيّى الذي يشرق فيبدد من نفوس هذه الأمم ظلمات اليأس. ولذلك على شبابنا العماني وعلى الشباب المسلم كله أن يدرك مسؤوليته في هذا، وأن يسير على هذا النهج، وأن يصوغ حياته، أن يصوغ عقليته وفكره، وأن يصوغ حياته كلها صياغة قرآنية ليسير على درب الهداية. ونرجو من الله تعالى التوفيق. والآن على أي حال ندعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب، ونتجه جميعا إلى الله بقلوب مؤمنة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك ونعول في إجابة دعائنا عليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك ربنا أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا غما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا رجاء إلا حققته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا محروما إلا رزقته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا صلاح ومنفعة إلا قضيتها ويسرتها في يسر منك وعافية. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير بيت نعمره، واجعل ما بعده خيرا لنا منه. اللهم إنا نسألك أن تهب كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا خالصا ثابتا، ويقينا صادقا راسخا، وعلما نافعا رافعا. ونسألك ربنا أن تهبنا إنابة المخلصين، وخشوع المخبتين، ويقين الصديقين، وسعادة المتقين، ودرجة الفائزين. يا أفضل من قصد، وأكرم من سئل، وأحلى من عصي، يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، طبقا غدقا، نافعا غير ضار، رائثا غير عاجل، تدر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها. لا يدع واديا إلا أساله، ولا جدبا إلا أزاله، ولا أبا إلا أطاله، ولا قفرا إلا عاشبه، ولا مصرا للمسلمين إلا أخصبه. اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم من اللأواء والجهل والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، فأدر لنا الضرع وأنبتنا الزرع، واسقنا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحكا،
تمطرنا به رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغث عبادك واسق بهائمك وأحي بلدك الميت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك ونعول في إجابة دعائنا عليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا.